بالفعل الليلة الماضية خلال اليومين الماضيين شهدت محافظات شمال قطاع غزة، تحديدا مدينة غزة ومحافظة الشمال، سلسلة مكثفة وعنيفة من الغارات الإسرائيلية وكذلك المدفعية الإسرائيلية التي واصلت حتى هذه اللحظة عملية القصف على مناطق عديدة من مدينة غزة ومحافظة الشمال. حتى هذه اللحظة نشاهد أعمدة دخان سوداء تتصاعد منى من المناطق الشرقية لحي الزيتون، تحديدا في منطقة تعرف بمنطقة الحكر في المناطق الشرقية لهذا الحي، وهي قريبة إلى حد ما إلى الخط الفاصل ما بين غلاف غزة، مستوطنات ما تعرف بغلاف غزة وقطاع غزة. منى، قبل قليل استمعنا إلى صوت من المدفعية الإسرائيلية، ولكن هذه المرة في المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون، تحديدا المنطقة القريبة من الخط الفاصل ما بين مدينة غزة وجنوب القطاع. حقيقة الليلة الماضية كانت هناك استهدافات من قبل الطائرات الحربية، تحديدا في بلدة بيت لاهية وبيت حنون، وكانت عبارة تشبه الأحزمة النارية نتيجة الغارات المتتالية على تلك المناطق. تم استهداف عدد من المنازل وأراضي زراعية، وحتى القوات الإسرائيلية التي توغلت في أكثر من محور في تلك المناطق قامت بإطلاق الرصاص من قبل الدبابات الإسرائيلية صوب ما تبقى من منازل من المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي لا زال عدد كبير من أهالي تلك البلدات بلدة بيت حنون وبيت لاية يتواجدون في هذه المدارس باعتبارهم نازحين، ولا يوجد مكان إليهم بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازلهم. وأيضا شاهدنا عملية تحليق الطائرات لقوات كابتر على مستويات منخفضة في المناطق الشرقية لبلدة بيت حانون وبيت لاهي وشرق مخيم جبالي، إضافة إلى منطقة حي التفاح والدرج، منطقة جبل الريف، وكذلك المناطق الشرقية لحي الزيتون وحي الشجاعية. هذه الطائرات توافق العمليات أو القوات الإسرائيلية التي توغلت في تلك المناطق. وأيضا شاهدنا في حي تل الهوى الليلة الماضية كان هناك عدد استهدافات لعمارة سكنية تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية، وكذلك عمارة أخرى في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة، وكذلك في بيت لاهية كان هناك استهداف منزل على حمودة وغيرها من المنازل التي تعرضت إلى استهدافات إسرائيلية. عمليات القصف العنيف التي عادت إلى المشهد هنا في شمال قطاع غزة بعد أيام من الهدوء الحذر، والذي كان يتخلله استهدافات من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي لا تغادر سماء محافظة شمال قطاع غزة، وهي تراقب المواطنين وتحركات المواطنين والفلسطينيين هنا في مدينة غزة وشمال القطاع على مدار 24 ساعة. هذه الطائرات المسيرة بدون طيار نتج عنها استهداف عدة غارات أو عدة استهدافات خلال الأيام الماضية من خلال استهدافات تجمعات للمواطنين، كما جرى لمجموعة من المواطنين الذين كانوا تواجدون قرب جسر الشيخ رضوان في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وجرى في استهداف المركبة التي كان على مدها أيام عيد الفطر أبناء إسماعيل هنية رئيس نفط والسياسة لحركة حماس، وغيرهم من المواطنين الذين تعرضوا لاستهدافات في تلك المنطقة، لا سيما الأجهزة الشرطية التابعة لحركة حماس في غزة والتي تم استهدافها أكثر من مرة وفي أكثر من منطقة. نتحدث عن منطقة مفترق دولة على شارع صلاح الدين ومنطقة التفاح التي أيضا تعرضت الجثات والمركبات التي كان على متنها هؤلاء أفراد الشرطة من أجل تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مدينة غزة وشمال القطاع. على كل حال هنا حاليا منذ نحو نصف ساعة من الآن هناك هدوء حذر جدا يسود في المناطق الشرقية الجنوبية لحي الزيتون وحي الشجاعية وحتى بلدة بيت حنون وبيت لاهية. بين حين وآخر نستمع
إلى عمليات إطلاق نار ناتجة عن تقدم ربما كل الدبابات الإسرائيلية، لأن عندما تقوم القوات الإسرائيلية بالتحرك والانتقال من منطقة إلى أخرى أو من محور إلى آخر تقوم الدبابات وهي تسير بإطلاق الرصاص الكثيف، وكذلك المدفعية الإسرائيلية تقوم بعملية إطلاق القذائف صوب منازل المواطنين سواء كانت قنابل إنارة أو دخانية كما جرى بالأمس عصر أمس في منطقة الساحة ومنطقة السامر. كان أيضا إذا ما تحدثنا عن منطقة السامر وشارع الثلاثين تحديدا كانت هناك أيضا غارات إسرائيلية في تلك المنطقة، واستمعنا إلى الليل الماضي إلى أصوات كبيرة في تلك المنطقة تحديدا في محيط محيط مخبز السلطان منى، وهو المخبز الذي تم إعادته للفتح مؤخرا بعد جهود بذلتها منظمة الغذاء العالمي والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح بعدد من المخارجين في شمالي غزة بفتح واستقبال المواطنين الذين لا زالوا يتواجدون هنا في شمال قطاع غزة. نتحدث عن 600,000 مواطن تقريبا منى، هم بحاجة ماسة إلى الطعام والشراب، وأنت تعلمي الظروف الصعبة التي عايشها الفلسطينيون في شمال قطاع غزة. نحن اليوم 200 يوم من الحرب الإسرائيلية لا زالت متواصلة، هناك عمليات صعبة يعيشها الفلسطينيون، هناك كان آمال وبصيص أمل يتشكل لدى الفلسطينيين بعودة النازحين من الوسط والجنوب إلى مدينة غزة والشمال، ولكن هذا الأمل تلاشى بفعل عمليات التوسع وإعلان الجيش الإسرائيلي بأنه بدأ عملية عسكرية في المنطقة الفاصلة ما بين مدينة غزة وشمال القطاع ووسطه وجنوبه تحديدا في منطقة نت سريم على شارع صلاح الدين ومنطقة الشيخ عجلين وهي على شارع الرشيد البحر، وبالتالي كمية أو حجم الغارات الإسرائيلية العنيفة في تلك المنطقة. قبل قليل كان زميلنا يتحدث عن مشاهدته لأعمدة دخان كبيرة في المناطق الشرقية لحي الزيتون. هذه المناطق منا ننوه ونشير أنها قريبة من شارع رقم 9، والذي أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية توسيع هذه المنطقة العازلة التي تفصل ما بين المدينة والوسط ستستمر، وبالتالي عمليات القصف من الغارات الإسرائيلية وعمليات التجريف مستمرة سواء كانت في الأراضي الزراعية المتواجدة في هذه المنطقة أو حتى ما تبقى من منازل يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية، وهناك تقدم واضح للدبابات والجرافات الإسرائيلية في تلك المنطقة. وهذه المنطقة يعني كثير يتواجد فيها مناطق صناعية يطلق عليها الفلسطينيون لأنها يتواجد فيها مئات من المخازن التي خاصة للشركات الخاصة والمحلات التجارية، وكذلك يعني المواد الغذائية، الأخشاب، الألمنيوم، كافة الصناعات، وهي قريبة من أيضا من سوق السيارات القديم. وهذه حقيقة المنطقة كان تشهد قبل الحرب الإسرائيلية حركة تجارية كبيرة من حيث التجار وتنقل المواطنين فيها في تلك المنطقة، ولكن اليوم لا أحد يستطيع. هنا ربما استمعت إلى أصوات الانفجارات، انفجار جديد، وهذه ربما تكون غارة إسرائيلية جديدة في مدينة غزة التي بعد أن استمعنا إلى طائرات الحربية وهي تحلق في سماء المدينة. في كل طلعة للطائرات الحربية الإسرائيلية في عموم أجواء مدينة غزة والشمال تقوم بالإغارة على أهداف ما في مدينة غزة ومحافظة الشمال منى، وهذا ما يؤكد استمرارية القصف الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال القطاع، وربما التخوفات الكبيرة لدى المواطنين هنا في مدينة غزة وشمال القطاع أن تستمر إسرائيل في التقدم والوصول إلى قلب مدينة غزة كما جرى سابقا
في مجمع الشفاء الطبي ومحافظة مئات من الأسر الفلسطينية في المنازل التي كانت محيطة بهذا المجمع، وأن يرتكب الجيش الإسرائيلي جرائم جديدة بحق الفلسطينيين هنا في مدينة غزة وشمال القطاع. وفي ظل أيضا هنا أخيرا في ظل التخوفات من قبل المواطنين سواء كان في مدينة غزة وشمال أو حتى في مدينة رفح الفلسطينية من أن العملية البرية المرتقبة ربما لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة ستتسبب في كارثة حقيقية تهدد آلاف المواطنين النازحين في تلك المنطقة. منا كل الشكر لك الزميل تامر دلو المراسل غدر، سطر لنا صورة. شكرا على هذه المحطة من جمال غزة.